الفكرة هي إنشاء جامعة من نوع جديد، جامعة في مصاف الجامعات العالمية زي الجامعات المصنفة اللي بنسمع عنها MIT وهارفارد وستانفورد وخلافه. العشر سنوات القادمة احنا متفائلين جدا انها هتكون جامعة النيل، هتكون الهدف والمجال المطلوب من الشباب المصري للدخول إليه وبالتالي التخرج منه إلى أبواب أوسع وآفاق أرحب لاستقبال الشباب وعملهم وتميزهم، شباب المصري وعملهم وتميزهم وتنافسهم مع الشباب في مختلف أنحاء العالم. أؤكد على دعمي الفكري والمادي للجامعة حتى تكون مثل يحتذى به للجامعات المصرية والإقليمية. أتمنى في المستقبل أن يكون لهذه الجامعة فروع في محافظات أخرى في جمهورية مصر العربية. 10 سنين مشوا عدوا كعشر دقائق، فالحمد لله. نتمنى بقى نشوف الجامعة دي وهي بتاخد ما تستحقه من طلبة وما تستحقه من تكريم، وكل من تعب فيها يشوف ثمر التعب دي. مرور 10 سنين على الجامعة، طبعا كلنا عارفين ان هي يعني كانت 10 سنين صعبة، لكن الدليل النجاح هو موقع الجامعة النهاردة والوضع اللي هي فيه النهاردة. ما تأثرتش بكل اللي تعرضت ليه وأصبحت النهاردة في مقدمة الجامعات اللي الناس بتسعى إنها تبقى فيها. فأنا بهنئ الجامعة وبهنئ كل اللي استحملوا واللي وقفوا واللي ساعدوا إنها توصل للمكانة اللي هي فيها. جامعة النيل أشرف بعضوية مجلس الأمناء بتاعها، والحقيقة مجلس الأمناء مكون من نخبة من خبراء التعليم العالي في مصر ونخبة من رجال الأعمال والوزراء السابقين. أنا بعتقد أنه مجلس الأمناء من أقوى مجالس الأمناء الموجودة في أي جهاز تعليمي موجود في جمهورية مصر العربية، واللي بيدخل الجامعة وبيتخرج منها بيلاقي قبول جدا في سوق العمل، لأن سوق العمل بيتطلب كفاءات واكتسب مهارات متعددة هذه الجامعة بتحققها بشكل كبير. نتمنى للجماعة كل التوفيق في هذا المجال. سعادة النهاردة لا توصف باحتفالنا بمرور 10 سنوات على إنشاء جامعة النيل، لأني حضرت هذه الجامعة من أول ما كانت حلم ثم فكرة ثم واقع، ثم النهاردة بنحتفل مع بعض بمرور 10 سنوات على هذه الجامعة. مرور 10 سنوات من النجاح لجامعة النيل، بنتمنى لها دوام التوفيق والنجاح، مش بس 10 سنوات، لا إن شاء الله 100 سنة لقدام لخدمة مصر وخدمة المجتمع. أتمنى لجامعة النيل بإداراتها المحترفة وطلابها المتفوقين وإمكانياتها أن تساهم في أداء رسالتها من الأبحاث المتقدمة والتعاون والتكامل مع الصناعة لتحقيق ما نتمناه جميعاً لبلدنا.